بسم الله، النهارده ان شاء الله هنتكلم على بيم النيوزلاند الابندكس بي اللي هو استخدامات البيم. فنلاقي ان في استخدامات كتيره، في حاجات بتبقى خاصه بمرحله الديزاين وفي حاجات بتبقى خاصه بمرحله ما قبل الديزاين، يعني موضوع الاكسيستنج كونديشنال مودلنج والحاجات دي بتبقى قبل مرحله الديزاين، في مرحله الكونستراكشن، في مرحله الاوبريشن. بنلاقي ان في بعض الحاجات بتبقى موجوده اثناء الثلاث مراحل، زي مثلا كوست استيميتنج استيميشن بتبقى موجوده هنا وهنا وهنا. كل مرحله من المراحل عايز اعرف التكلفه هتبقى قد ايه. الفيس بلاننج موجوده في الديزاين والكونستراكشن، مش محتاجينها في الاوبريشن. سايت اناليسيس خلاص هنعملها في مرحله ما قبل الديزاين ومرحله الديزاين، وبعد كده مش هنحتاج، احنا خلاص اخترنا الموقع وعملنا التحليل بتاعه، فمش محتاج نعمل اي حاجه فيه تاني في مرحله الكونستراكشن والاوبريشن. الديزاين ريفيو، الديزاين اسورنج، الانجينيرنج اناليسيز، السستينابيلتي، كل الحاجات ديت هنبدا نشوفها بالتفصيل. هو بيبدا بقى يمسك كل واحده فيهم ويديها الوصف بتاعها ويديها القيمه بتاعتها، ايه الحاجات اللي احنا نستفاد منها، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. يعني مثلا هنا محتاجين سي جي دي سكان، الليزر سكان، عشان نعرف المباني اللي موجوده فعلا بحيث تبقى موجوده في الموديل. يعني مثلا فرض ان انت عندك منطقه معينه فيها 3 4 مباني وعايز تعمل 5 مباني تانيين، فلازم يكون المباني دي موجوده عشان تعرف تعمل لهم دراسه، او موجود دورين وانت هتكمل فمش معقول هتخليهم في الهواء، فبتعمل ليزر سكان بحيث ان المعلومات دي تكون موجوده في قلب الموديل. تقدير التكلفه، فبيقول لك بقى تبقى عارف التكلفه هتحتاج قد ايه، دي مهمة جدا على أساس لو في مناقصة أو في أي حاجة تقدر تحدد إيه اللي هتقدم بفلوس قد إيه. محتاج إن أنت تعمل موديل مبدئي حتى تعرف منه تقدر التكلفة. الفور دي موديلنج، تبدأ تضيف بعد الزمن على الشغل بحيث إن أنت تقدر بكل سهولة تتخيل شكل المبنى هيبقى عامل إزاي. إن المالك يبدأ يفهم، ممكن تلاقي حاجة غلط في الجداول الزمنية تقدر تصلحها. مرحلة البروجرامنج بيبدأ يقول لك هتحتاج ايه في المرحلة ديت. السايت اناليسيز، حسب انت عايز تعمل سايت اناليسيز ليه بالظبط. ممكن يكون انت عندك اصلا ارض او ما عندكش ارض وبتبدأ تدرس المنطقة كلها تشوف انسب ارض هتشتريها تبدأ تشتغل عليها، بس ده محتاج ان انت تكون عندك ناس كويسة جدا في البيم وفي جي اي اس، لان احنا بنتكلم على مساحة واسعة. بعد كده مرحلة الديزاين ريفيو، دي من ضمن الفوائد ان احنا هنبدأ نشوف نراجع على الديزاين. في بعض البرامج متخصصة في كده. الديزاين اسورنج، نبدأ بقى نعمل الديزاين. مرحلة ال او فايدة من فوائد البيم اللي هي الانرجينج اناليسيس، لايتنج، انرجي، ميكانيكال، كل حاجة. الاستراكشر اناليسيس، تبدأ تعمل الاستراكشر سواء بقى بالساب سواء بالروبوت بأي حاجة. وطبعا فوائدها كتيرة جدا. والأول كنت بتضطر تعمل موديل مختلف، يعني من لوح الأوتوكاد وأي تعديل لازم تعمله هناك. دلوقتي خلاص بتاخد الموديل الريفت تشتغل عليه. فاسيلتي انرجي اناليسيز، ما بنستناش لآخر مشروع، بنبدأ نعمله من الأول خالص. وبعد كده بقى مرحلة الاناليسيز، الكود فاليديشن، تبدأ تتأكد إن أنت ماشي على الكود بالظبط. ال 3D coordination، تبدأ تحل المشاكل اللي موجودة. ال site planning، construction system design، بيبقى عندك virtual mockup، ده بيخلي في فهم أكبر المشروع والإنتاجية أكتر وتقلل المشاكل وتقلل المخاطر. الفابريكيشن، بدل ما بتصنع حاجة أو تعمل حاجة في قلب الموقع ممكن تعملها في المصنع وتخليهم يبعثها لك تركب بس، فده بيقلل الحوادث وبيقلل الوقت وبيقلل التكلفة. 3D control and planning، digital layout. الريكورد موديلنج، ده مهم جدا في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، يكون عندي كل حاجة موجود المعلومات بتاعتها اقدر احصل عليها بسهوله. اسيت مانجمنت، اداره الاصول اللي موجوده، الاصول اللي هي الاسيت اللي هي مثلا المكن الكهربائي والميكانيكال اللي ران يونت، الحاجات اللي هي واخده سيريال فلازم اعمل لها اداره الحاجات ديت.
البيندنج مينتيننس الحاجات اللي عاملاها صيانة، فلازم تكون مسجلة وعندي معلومات كاملة عنها. السبيس مانجمنت هتدير الغرف ازاي. ده أهم استخدامات البيم، وما شاء الله يعني الكود منظم وفيه فوائد كتيرة جدا. بيلفت انتباهك إن ممكن مثلا أنت بتستخدم الموديل في حاجات، وهو الموديل موجود فتقدر تستخدمه في حاجات تانية أخرى، ف يعني أفادني كتير.